ابني خلص خدمته العسكرية لهيك حابة إنه أفرح بنهاد وبلكي زوجه. إيه هاد حقك طبعاً. ومثل ما بتعرفي بنتك ما شاء الله صارت صبية، يعني إذا أجينا وطلبنا إيدا أنتي شو بتقولي يا أم هيام؟ خليني أحكي مع حسين بالأول لنشوف شو بيقول أخي الكبير. الزواج الله بارك فيه وما بيصير يطول، لهيك خلينا نخطب ونزوجهم من بعد مو هيك؟ عن شو عم تحكوا؟ مين بده يخطب مين؟ الخانم بدها تخطبك لابنها نهاد. إيش عم تحلم؟ مفكرة أنا بقبل بهذا الشاب الخجول؟ مبينة بالعقل وبالعين. بنتي شو هالألفاظ مو عيب؟ أنتي لا تتعذبي ليكون مصدق حالك، فقرة وما بتملكوا شي. والله شي حلو، أصلاً الطيور على أشكالها تقع. ما عم بفهم شو عم تقولي يا بنتي، يا رب تحفظنا. وهي أحلى كاسة شاي لخالتي. برأيي تخطبي عائشة لأبنك الخجول لأنهم بيناسبوا بعض. يا الله تتوب علينا تحفظنا. بس شو صار دخيلكن قلبي؟ حسيبة خانم هاتي عائشة بسرعة، هاتي مي، صبي كاسة مي بسرعة. بنتي أخي تعرف وين بيصير دكان العم رجب؟ دكانته بآخر الشارع. يعطيك العافية. يا حلوة. يا بنت انت ما اشتقتي لي؟ ايه الحسد الكتير بيطير الحب. موضوعنا طول. اي موضوع؟ شو صار مشان موضوع زواجنا؟ لحد هلأ ما حكيت مع ابي. بيتنا ما عم يفضى من كتر الخطابين، واليوم اجت حسيبة خانو كانت عم تسأل عمتي، وبكل وقاحة كمان جايين عبيتنا يخطبوني يشوفوا أصلهم بالأول. برافو عليك يا بنت، والله صار بينخاف منك. يا بنت تعالي قربي لعندي شوي. أوف مراد خلاص، أنا وين وأنت وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا ابني مصطفى. طمني كيف أهلك يا ابني؟ ألف الحمد لله كلهم بخير عمي رجب، أنت كيفك؟ منشكر الله. شو نعمل يا ابني؟ كبرنا وختيرنا. تعا تعا عود شوي وارتاح هون، رح أطلب لك كاسة شاي على كيفك. تسلم يا عمي. جيب لنا كاستين شاي. حاضر يا أخي رجب. إيه شو بتخبرني يا ابني؟ مثل ما أنا، ما تغير شي بنوب. لا تزعل ولا تهم حالك ابني. شو بك أحكي لي أنا غريب يعني؟ اعتبرني كأني أخ لأبوك. أكيد أنت مثل أبي. الشتوية الماضية صقيع ضرب محصولنا وأنا كتير تعبت، وصار علينا دين وما قدرنا نسده، وصار عندي شوية مشاكل. إيه لا تفهمني غلط، ما بدي مصاري، الدين ما بيتسدد بدين، بدي أشتغل وطلع مصاري، يعني بالنهاية نحن بضيعة كبيرة، وإلا ما لاقي شي شغلة منيحة. ماشي تعا معي شوي ابني، تعا امشي لعلك. أهلا وسهلا، تشرب شاي ولا قهوة؟ تكرم. مو هذا الزلمة اللي بنته مو عاجبها حدا؟ ايه والله، قال كتير متكبرة، مستواها أكبر من مستوى شباب الضيعة. ايه ولأمتى رح تضل هيك يعني؟ ايه، لو بدها تزوجك، بس هي كتير نفسية حامضة، خليها عند أهلها أحسن. السلام عليكم. أهلا رجب أفندي، خير إن شاء الله؟ جاي من شان أسألك عن شغلة. شو بدك؟ مو قلت لي السيد حسين عم يدور على شغيل يشتغل بمزرعته؟ عن هاد بدي أسألك. لا يا أخي ما بده. لا مو معقول، لك مو السيد حسين قال هيك من كم يوم؟ ولا قصدك لا شغيل يعني؟ شو بدي فيه، لا شغيل ولا ما لا؟ شو دخلك؟ شو حشرك؟ مو معقول شو لقيم. يلا أخي روح من هون يلا، قلت لك ما بده، ما بتفهم يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، ليش متعب حالك؟ لو قلت لك كنت اجيت انا. شو صار معك؟ لقيت لي واحد يشتغل بالمزرعه؟ ايه اغا، اعتبر الموضوع منتهي. شو يعني منتهي طالب؟ اللي لقيته ولا لا؟ مو اعطيتني اسبوع لاجيب لك شغيل، ان شاء الله يومين وبيكون عندك. انا سالت طالب اذا بدك شغيل عندك بالمزرعه لانه في ابن اخي. انا استنى يا طالب، اسكت شوي. ليه يا ابني؟ انت بتفهم بشغل المزرعه شيء؟ ايه طبعا. بتعرف حسابات الدفاتر والفواتير؟ ايه اكيد يا عمي.
لأنه الدفاتر والحسابات عندي مصطفى كان مسؤول عنها، وابن أخي شاب كتير أمين وصادق يا آغا. بس يا آغا، معقول يشتغل أي حدا ما بتعرف عنه شيء؟ أنا بكفله آغا. ليك يا ابني، طالما هيك رح تشتغل. يا آغا، أنت معقول تأمن بهيك واحد؟ إجا فجأة ما بتعرف عنه شيء؟ قدي صار لي ناطرك تجيب شغيل، ما ضل عندي وقت. ماشي بعين الله، عن إذنكم، الله يرضى عليكم. يا حبيبي، إيه ماشي شو عليك؟ حبيبتي، أنت ليش مستعجلة كل هالقد؟ لحقانين على الزواج؟ مو قلت استناك لتخلص دراسة وهي خلصت، شو ضل ورانا؟ إيه، شو في ورانا؟ يعني، أنت نسياني شغلة. شو هي؟ شو هي؟ هي أخي الكبير، بالنهاية هو أكبر مني أمينة، وكل شي في له أصول وله آداب، مو هيك حبيبتي؟ وأمتى بدأ يتزوج أخوك؟ والله ما بعرف، هالمواضيع ما بتصير هيك. ما تقلقي، يعني بلكي بعد 6 شهور ويمكن 7 شهور، ما بعرف، بجوز السنة الجاية يتزوج، وبس تتزوج أخي بتتيسر أمورنا. إيه هلأ فهمت عليك، أنت قصدك أنه نحن ما فينا نتزوج؟ استني شوي، لوين رايحة؟ على جهنم الحمراء، ما دخلك. يا ربي دخيلك، ما رح تعب حالي ولا بدي اتعاطى معه. بدك تروحي روحي. يا بنتو تطلعي قدامك كأنه ماله من هون، بس شكله كتير حلو. حسبي الله عليكي، يا سبحان الله، واحد ما منعرفه أبدا وبدنا نبحلق فيه بالشارع كمان. روحي امشي قدامي. السلام عليكم معلم طالب. وعليكم السلام، الحمد لله اللي اجيت وشرفنا. خير، شو في يا أبي؟ مليت وتعبت منك، انت خليت الغريب ياخد الشغل منا. أي شغل؟ الله يصبرني، انت بدك تجنني يعني؟ الشغل عند السيد حسين؟ شغل بالمزرعة يا فهيم؟ لا يا، بتضل غبي، ما في فايدة منك، وخليك قاعد طول النهار مثل التنبال. استغفر الله العظيم يا رب. عائشة، وين اختفيتوا كلكم يا الله منكم؟ اف يا حاجة، دقوا يلا جاية. اف خير، ليش عم تدق كأنه لحقك حدا؟ انا اجيت مشان الشغل. ما عنا شغل، امشي من هون. خير يا ابني، ليش واقف عند الباب؟ عم بستناك عمي. اوف يا اوف، ليش هيك عم تدق؟ اهلا وسهلا بابا، هذا انت؟ شوفي بنتي، ليش عم تفتحي الباب هيك؟ ما في شي بابا، فكرت. ولا شي بابا، تفضل. تفضل ابني. تفضل اقعد ابني. بنتي، روحي اعملي لنا فنجانين قهوة. تكرم بابا. يعني ما ضل غير بهذا البيت هلا؟ وين حاطين دولة القهوة؟
ليك ابني، بدي شغل مرتب ودقيق. بتكتب مجموع المحصول اليومي وشو عطينا لطالب وشو عطينا لتجار الجملة وشو أخذنا منهم. مفهوم ابني؟ مفهوم عمي. وبتراقب يلي بيشتغلوا يومية، ما بدي ولا واحد منهم يكون ما عم يشتغل، بس أهم شي ما تاكل حق حدا. طيب تكرم، خلص ما تاكلها، ما رح يكون عندي ولا خطأ بالحسابات ولا بالدفاتر بإذن الله. ماشي، تفضل القهوة بابا. اسلموا. منرجع لحديثنا، عليك بس تنتبه لشغلك. أمرك عمي، رح كون عند حسن ظنك. موفق يا ابني إن شاء الله. عائشة بتفرجي غرفتك، روح هلا ارتاح وبكرة منبلش شغل. ماشي، شكرا عمي. عائشة بنتي، دلي مصطفى على غرفته ليرتاح. كأنه لحقك حدا؟ تحمل يا مصطفى، معلش. ليش ما اجت أمينة على العشاء؟ ما بعرف شو بدي اقلك يا حسين. ايه قولي يلا، لا تخليها بقلبك. هي بنتك المجنونة عملت شغلة مو حلوة اليوم. ليش شو عملت؟ حسيبة خانم اليوم اجت لعنا وطلبت مني إيد بنتك لأنه ابنها خلص عسكريته، وبنتك ما تركت مسخرة وما حكتها شي. الطيور على أشكالها تقع وابنهم ما بيشرفها، ومن هالحكي ولو تشوف وش هالمرة كيف صار لونه، والله خفت لا يصير عليها شي اليوم عنا. يا ربي دخيلك، هالبنت صايرة نفسية، روحي ناديلها لشوف. مثل ما بدك. أنا شو عملت يا ربي لا تعاقبني بهالبنت؟ نعم بابا. شو هالحكي اللي عم بسمعه يا بنتي؟ هيك تبهدلي المرأة عنا بالبيت؟ بس يا بابا. لا لا، كل ما دللناكي أكتر بتعملي فينا هيك، مو عيب عليكي تقلعي لضيوف من بيتنا؟ لا أفوقها انتي للمرأة. هي بأي وجه جاي لعنا؟ تخيل أنه بدي أتجوز ابنها الأجداد. ما خلصت كلامي. ليكي معك مهلة أسبوع، بهالأسبوع لازم يجي حدا يطلبك مني، ويا ويلك تتصرفي معه بقلة أدب مثل اليوم، لأنه ساعتها أنا بعرف كيف أدبك وزوجك على كيفي. ولا تلوميني. بس يا بابا. خلاص بكفي، عملتيني مسخرة بالضيعة وصيرتنا صارت على كل لسان. يا حسين، بس هالشي بيخلص بأسبوع واحد؟ ايه بيصير بأسبوع، ويلي بقوله هو اللي بيصير، ومثل ما قلت بتعملو. ماشي، لك تقبل بأي شخص أنا بقلك عليه، أنا ما بتزوج أي واحد ومو على كيفك. لنشوف أنا ولا أنتي، خليكي معندي ولنشوف أنتي مين رح تجيبي ومنفكر شو نعمل. يلا استعجل شوي، عجل. حاضر يا معلم. يلا بسرعة بسرعة.
مراد، ما عم تفهم؟ عطيت كلمة وعد لأبي، يا بتجي بكرة بتطلب إيدي يا أما أبي بده يزوجني واحد على كيفه هو. فهمت يا أمينة، بس أنا مشان أخي الكبير يعني. مراد، ما عم تستوعب شو قلت لك لهلأ؟ أبي بده يزوجني لحدا تاني. أبوكي ما رح يعمل هيك، عم يقول هالحكي مشان تتزوجي. يا بتجي أنت وأهلك بكرة وبتطلبوني، يا أما بتنسى كل شيء. تمام، حاضر، اليوم رح أحكي مع أبي، منيح؟ إن شاء الله ألف صحة. عقلبك ابني، جبت لك الوصول كله، هات لشوف. عمي، هدول زادوا من المصاريف، قلت لي 300 بس طلعوا 500. الله يرضى عليك. يلا مو مهم، يسلموا. يا حسين، مالك بالعادة تخربط بموضوع المصاري؟ لأني جبت شاب جديد على الشغل، مو لازم جربه إذا أمين. مانك قليل يا حسين، إيه لازم تجربه. وشو رأيك فيه؟ يا الله يا أمي، وإنت شو دخلك فيه؟ يا سبحان الله، الزلمة راح، شو عم نحكي قدامه؟ هو مانو غريب، أصلاً بيكون ابن أخوه لرجب. لك مراد، أنت ممكن ترايح على اسطنبول؟ ليش لهلا ما رحت؟ ايه رح روح طبعا، بدي روح، بس هلا ما معي ولا قرش. اذا ما اشتغلت رح تضل هيك مفلس، لو عم تشتغل شي شغله مو احسن؟ حاجتك حكي بلا طعمه، وشو بدي اشتغل هون؟ روح اشتغل بالفلاحه يعني. السيد حسين كان عم يدور على شغيل، ليش ما اشتغلت عنده؟ اف حل عني. انا ما بفهم بشغل المزارع ولا بالدفاتر والحسابات. بعدين ليكك عم تشتغل كل عمرك، قل لي شو حصلت. اوه فهمنا، شو طموحك؟ تجمع مصاري من غير ما تشتغل؟ ايه مستحيل الشيء. وانت شو بفهمك؟ حبيبي انا شاب وطموحي كبير وما بشتغل، بحق له محصول. ايه كنت على الاقل رح تدخل على بيت السيد حسين بصفتك عريس لبنته. ايه هذا اللي ناقص، ابتلي بجازة من اول عمري. حبيبي انا زلمة، الجازة ما بتناسبني. شو مو شايف قدامك؟ ما تأخذيني، ما شفتك. شو اعمى؟ آسف بالغلط. بالغلط ولا لا ضاربك العمى؟ ما كان ناقصني إلا أنت. شو مو شايف قدامك؟ ما تأخذيني، ما شفتك. شو أعمى؟ تعالي ساعديني بالمطبخ، والله انكسر ظهري من الشغل. اتركيني بحالي، خلي عائشة تساعدك. يعني إذا عائشة موجودة ليش عم تطلبي مني؟ هي شو كل شي عائشة؟ لك إذا نحن خدامين بدون يحرقوا نفسنا؟ الخانة ما بصير تشتغل ولا تمد إيدها على شيء. لك ما بتعرفي أبوكي قديش راسه عنيد؟ بكرة رح يجوزك بيومين، لنشوف وقتها شو رح تعملي حضرتك. يلي بده يتزوجني ما رح يخليني اشتغل ولا شغلة بالبيت، لهيك أنتي لا تشغلي بالك فيني وارتاحي عمتي. يا ربي دخيلك، أنتي بدك تجننيني؟ تعي لهون، لوين رايحة؟ لك أنا عم بحكي معك، ما بدك تردي علي؟ عم قلك لوين رايحة؟ رايحة شم هوا، شو ممنوع؟ يا ربي دخيلك، الله يصبرني عليك وبس. أمينة؟ أوف منك يا مراد، وينك لهلأ؟ مليت وأنا ناطرتك. ليكني إجيت يا عمري، تعرفي كيف الشغل، إذا أنا ما كنت ما بيمشي شيء. اللي حكيت مع أبو؟ شو؟ شلون لك عن حكيته؟ وشو قال لك؟ طار عقله من الفرحة. بس المشكلة اللي شو المشكلة؟ أمينة،
بصراحة أنا حطيت كل شيء كنت مصمده بالشغل، وأبي عم يقلي خلينا نستنى شوي. وأنا قلت لك أبي ما رح يستنى ورح يجوزني بعد أسبوع. شو أعمل؟ قلت له هالحكي وخانقت أبي كرمالك، وقلت له مستحيل، يا بتطلب لي إيد أمينة من أهلها يا أما ما عاد تشوف وشي لحتى موت. أنت هيك قلت له؟ لا كان مو من حقي؟ من حقي يكون مع البنت يلي بحبها. بس أنا شو أعمل؟ ما معي مصاري لنتزوج، ما بعرف شو بدي قلك. لازم اشتري هدية تقيلة لما اجي اطلب ايدك، يعني عيب اجي اطلب ايدك وايدي فاضية، وبخاف يرفضني ابوك اذا اجيت. خد بيع هدول وبس يصير معك بترجعون. مستحيل. شو شايفتيني مراد؟ هدول مانن أهم من سعادتنا. يعني هو معك حق بهالحكي. طيب رح أخذهم هلأ. أمينة أمينة، بكرة المسرح إجي مع أبي وأطلب إيدك إن شاء الله. اتفقنا؟ وهلأ أنا لازم أروح، بدي جهز حالي وبكرة المسا بشوفك. تمام؟ تمام. يسلموا يا بنتي. صحة وهنا يا بيك. حبيبي بابا بكرة المسا جايين جماعة يطلبوني. حلو حلو. مين؟ خبرينا مين هنن. مو غريبين، انتو بتعرفون كتير منيح. منيح لك، معناتها لازم نبلش بالتحضير يا أم هيام. وأنا رح ساعدك عمتي. الله يقدم لك الخير بنتي. يلا خير يا رب. عمتي كل شي جاهز وما ناقص شي؟ لا يا بنتي كل شي تمام. انتي لا تقلقي يا خانم، كله رح يكون تمام إن شاء الله. منيح، يعطيكي العافية. خدي جيبي كل شي، ما بدي ناقص أي شي. تمام. عمتي بترجاك تفقدي كل شيء وأنا رح أشم شوية هوا، اختنقت كثير. ماشي بنتي، لا تتأخري ديري بالك. لا تخافي ما بتأخر، راحة شوي وبرجع. عائشة كنسي التراب اللي برا. والله لو شفت بعيني ما كنت بصدق. شايفة؟ تارة طلعت وقت بدها بتعرف تشتغل بالبيت. خير يا أختي، عشو عم تدوري؟ شغلة. طالب آخر راح مشان يودع ابنه شوي وبيجي، بدك منه شي أختي؟ شو قلت رايح يودع مين؟ أي ابن منه؟ إيه، مو ابنه مراد مسافر على اسطنبول؟ مستحيل، شو عم تحكي؟ يا ربي شو بدي أقول لأبي؟ يا ربي ساعدني، شو بدي أعمل هلأ؟ كيفك مصطفى؟ أنا منيح. خير شو بك؟ شوفي شو بوشك؟ لا ما فيني شي. أنت ليش برا البيت؟ مو بدهم يجوا يطلبوا إيدك اليوم؟ ولا شي، بس هاد كله كذب، ما بعرف شو أعمل، وضعي كتير صعب، لأنه بابا عم ينق بده يجوزني، مشان هيك عطيته وعد إنه الشخص يلي بيحبني رح يطلب إيدي، بس رح يعرف إنه ما رح يجي. يعني أنت ما عندك حبيب؟ لو كان عندي ما كان أجا طلب إيدي. لهيك أنا بدي أطلب منك خدمة، بدي تيجي المسا مشان تقابل بابا وتقول أنا حبيب أمينة. شو؟ شو عم تحكي أنت؟ أنا كيف بدي أقول هيك؟ مصطفى بترجاك بترجاك ساعدني. لهيك أبي بده يجوزني من واحد ما بدي إياه، برأيك هذا ما نوزنه؟ تقبل يزوجني غصبا عني؟ طبعا لا ما بقبل، بس شو أعمل؟ انت تعال المسا وقابل بابا واترك الباقي علي.
خير يا ابني. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. تسلم يا عمي. خير؟ شو في مصطفى؟ عمي إذا بتسمح لي أنا جاي أطلب منك طلب. مصطفى أفندي؟ مفكر حالك رح تتجوزني؟ عمي مثل ما بتعرف أمي وأبي بالضيعة، ولهيك جاي أطلب منك طلب وأنا لوحدي اليوم. لشوف كيف رح يقلعك أبي هلأ وهيك بيحل عني شوي. الحقيقة أنا جاي لحتى أطلب إيد بنتك أمينة. ابني؟ أنت صاير لعقلك شي؟ أنت عرفان حالك شو عم تحكي؟ يا ربي دخيلك، شو عم بصير هون من دون علمي؟ خلينا هلأ نتفرج على تقليعتك. يعني أنت هلأ جاي تطلب بنتي مو هيك؟ أي عمي، إذا أنتوا بناسبكن أنا إلي الشرف إني أتزوج بنتك. يعني أمينة موافقة على طلبك؟ بظن يا عمي هي موافقة. إيه يعني الاسم والنصيب بينكن واقفة عندي أنا؟ يا أخي أنت شو عم بتقول؟ لا تتدخلي. لا مستحيل مستحيل يا الله، مو معقول يقبل. شو بدي ساوي هلأ؟ روحي جيبي أمينة لشوف. الله يلعنك ورطتني يا مصطفى، شو بدي بهالعلقة؟ أمينة مبروك بنتي، أبوكي شكله بده يجوزك لمصطفى. شبك شو صار لك؟ ليش ساكتة ولسانك انربط هيك؟ معقول طلعتي بتحبي لمصطفى وما بتحكي لعمتك حبيبتك؟ خلص عمتي، أوف مو ناقصك أنت التانية. شو هالخجل يا بنتي؟ لا تخجلي، تعي معي. ليك يا مصطفى، أنا اختبرتك وثقت فيك وقلت رح جوزك بنتي، بس كل شي فيه له أصول، لهيك لازم تخبر أمك وأبوك مشان يجوا لعنا ويطلبوا بنتنا، وبعدها بتتم الخطبة وبتقدر تتزوج. ماشي؟ تأمر يا عمي، هلأ فوراً ببعت خبر لأهلي. أمينة بنتي الله يسعدكم وتكون فاتحت خير عليكي. أمينة؟ مبروك مصطفى، بسبب أدبك وأخلاقك العالي خليت أبي وافق. مو أنت اللي قلتي لي تعطلب إيدي من أبي؟ إيه قلت لك، بس لا تنسى أنه هي تمثيلية وبتخلص وساعتها كل واحد منا بيروح بطريقه، فهمت علي؟ ما رح أنسى. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. خير؟ شو بدك؟ من وين الخير طالب أفندي؟ لقيت هون بالحسابات كتير أخطاء. أي خطأ يا حبيبي؟ أنت اللي مخربط بحساباتك، وأنا نبهت معلمك وقلت له مشان ما يسلم هيك شغل لواحد جاهل مثلك ما بيعرف أي شيء. حساباتي كلها صحيحة طالب أفندي. ليك كل شيء بتشتري من سجله هون بالتفصيل، المشتريات والمبيعات ما عم تتطابق مع بعضها. هدول في لهم دين عند حسين من محصول الشهر الماضي وخصمت عليهم بس شهر. كل شي مسجل بالدفتر، الديون يلي قلنا وعلينا بتقول غير هالحكي. يا تمام أخي، ليش معصيب؟ ليش محموق كل هالقد؟ شو هو مالك؟ وكل شي له حل والله بيرزق، ما في مشكلة، مو شغلة. خد هدول إلك وحلال عليك، اصرفهم.
وهيك منكون متراضين وصافي يا لبن. ها؟ أبي اليوم المساء مستنيك على العشاء. ماشي رح أجي. شوفي أمينة. شوفي ليش متوقع؟ يا معلم بكفي حاجة تغني. شو عم يصير؟ آسف عمي. أمينة قلتي له مشان يجي المساء على العشاء؟ إيه خبرته بابا. شكرا سيدي. لا بقى تقول سيدي، أنت هلأ صرت ابني. ماشي سيدي، قصدي تمي تعود عليها. الله يعطيك العافية، أنا رح روح على السوق وما بدي وصيك على الشغل. حاضر أمرك سيدي. عمي في بحسابات طالب خطأ. خطأ بشو؟ المشتريات والمبيعات مو متطابقين. وكيف عرفت؟ عملت جرد بكل شيء وطابقتهم. لا حول الله، وسألت طالب عنهم؟ عمل لك سألته عنهم؟ عمي قال لي إنه الكل رضيان بهالحسابات من سنين، وقال لي أنت شو دخلك؟ وقال لي شو قال لك؟ خد هدول إلك وحلال عليك اشرفهم، وهيك منكون متراضين وصافي يا لبن. ها؟ تمام ابني. طيب أنا كنت عم شك فيه كمان، بس ما بدي أظلمه. معناتها من اليوم رح نعطي المحصول للعم رجب. يسلموا يا ابني. ليكك لو ما انت شو كان صار؟ الله بيعلم. يعطيك العافية. فهمني انت شو قصتك؟ ليش عم تتدخل بكل شيء؟ بلكي سيد طالب ما عمل هيك عن قصد. الله اعلم، يمكن انت لعبت بالحسابات. طبيعي انت وقرايبك التاجر متفقين على عمي مشان تسرقوا، ما هيك؟ نحن اولاد عالم وناس وما بنسرق المكان اللي بناكل منه، وطالب صار له سنين عم يسرقكم والحسابات والدفاتر كلها موجوده. بتحب الفاصوليا يا ابني؟ رح اسكب لك منها. ايه كتير بحبها. معناته رح اسكب لك منها زيادة. تسلمي. نسيت تجيبي المعالق والسكاكين. بنتي شبك امي سعدي عمتك. حاضر. ايه وامتى رح يجوا ابوك وامك مصطفى؟ خبرتهم كم يوم وبيكونوا هون ان شاء الله. منيح، لازم ننهي الموضوع بسرعة، ما بصير يطول أكتر. شو صار لخجلت؟ الحمد لله على السلامة أمي. أهلين. تسلم يا ابني. يا عمري شو اشتقت لك، اشتقت لك كتير. أهلين أبي. أهلين ابني. حاجة ترحب وتسهل فينا هلأ ابني، هات لشوف كيف رح نفتح الموضوع. أي موضوع بابا؟ أي موضوع؟ شبك موضوع طلب إيد بنت معلمك، لأنه الأصول ناخد هدايا لما نروح، مو حلو نفوتوا إيدنا فاضية. لا ما تاكل هم شي بابا. ولا شي ولا شي. الله الله. على كل حال إذا شايف معلمك أنه أنت مناسب لبنته فما ضل علينا غير نروح ونطلب إيدها. معقول شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هاد بيكون ابني، نحن اللي لازم نشوف إذا بنته بتناسب ابننا. ايه امشوا تعال ابني. ايه صباح القشطة والعسل يا سيد طالب. من زمان هالأمر ما بان. خير إن شاء الله.
خلصوا مصاريك ليك تذكرت دكانتنا؟ والله انت كشفتني يا ابي، لازمني مصاري، اعطيني مشان روح. روح ما في عندي مصاري. لما اجت لعندك فرصة شغل من ذهب روحتها على حالك، خسرت الشغل وبنت حسين كمان طارت من ايدك. قصدك أمينة؟ مين غيرها؟ اجى هالولد وخرب كل شيء مخطط له. ما عندي مصاري، روح دبر راسك. بدي عالم تعرف تشتغل، متنابل وعواطلية مثلك يا غبي. ايه بابا لا تحكي عني هيك. بلا بابا بلا بطيخ، روح نلع. لا تفرجيني خليتك، من اليوم ما عاد تشوف قرش واحد. روح عمل شو ما بدك. أمينة؟ أنت شو جاي تعمل هون؟ ما قدرت بعد عنك وما تحملت. بالله جد؟ وليش ما طلبت إيدي وتاني يوم اختفيت فجأة وبتقلي مقدران على بعدي؟ لحظة أمينة، اسمعيني. شو بدك؟ وين كنت كل هالأيام؟ أبي كان عنده مشاكل بالشغل، ولهيك أنا انجبرت أني سافر على اسطنبول مشان حل هاي المشاكل. وبعدين أصلاً أبوكي لغى كل تجارته وشغله معنا، ووضعنا صار كتير صعب، ونحطينا بموقف صعب مع الغرب، ولهيك انجبرت اني بيع اساورك لقدرت ارجع الضيعة. كل يلي صار بسبب مصطفى. مصطفى، انا ما نسيتك لحظة امينة، بس انتي دغري بعتيني ونسيتيني وانخطبتي لأول واحد طلع قدامك. بسبب بابا، وانت بتعرف عطاني مهلة اسبوع، وانا مشان اكسب الوقت عملت هيك. تهرب؟ تعال نهرب، ما عنا وقت. ايه شايفتيني غبي لنهرب بلا مصاري؟ ايه بدي كوش على كل المصاري تبع محاصيل ابوكي. معقولة انت شو عم تحكي؟ انا ما باخدك الا بعرس وفستان عروس ابيض. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضل ابني. مساء الخير أخي. أهلا وسهلا أخي، الله يحفظك. طمنونا عنكم، كيف الصحة يا أخي؟ الحمد لله بخير. طبعا سبب زيارتنا واضح، وإذا أنتم شايفين أنه مناسب بنتكم أمينة لابننا مصطفى فنحن جاهزين لكل شيء، فما في داعي للتفكير أبدا. إذا رضيانين فنحن ما علينا إلا نجمعن ونوفق بينهم. طبعا وإذا أنتم رضيانين لكان خير إن شاء الله، أنا موافق على طلبكم. تسلم. هاتي شبك. لساتهم شباب وطبيعي تخجل. يسلم. نهرب مراد، الله يخليك. مستحيل أمينة، مستحيل. ليش مستحيل مراد؟ مبارح اجوا طلبوا إيدي وأبي وافقوا عطاهم. ليك يا أمينة، هاي ضيعتنا يلي كبرنا فيها وحبينا بعضنا فيها، وما فينا نتزوج إلا هون. ليكي، في طريقة تانية لنحل هالمشكلة. اللي شو هي؟ إذا خلتيني أتجوزك هلأ هون رح ينجبر أبوكي ويعطيني إياك. مراد، أنت جنيت يعني؟ بتعرف شو عم تحكي؟ أمينة، مراد هذا هو مراد. الحل الوحيد. بعد عني. لك شو عم تعمل؟ مراد عم قلك سكتي.
لا تتحرك. بعد عني مراد. ولك الله يخليك بعد عني مراد. لك بعد شوي. خلاص بكفي. أقول لك هدي. مين أنت ولك؟ مين أنت؟ أنت منيحة؟ بعد عني أنت الثاني. يا ربي عفوك. استغفر الله. وكمان تحت سقفاتي يا كلب. أنا بورجيك. تعولك. بعدي عني. طول بالك يا أخي. اهدى دخيلك. يا شباب. ولأنه دخل حامي. ليك طالما الولد جاب أمه وأبوه لا تخليهم يستنوا. خلص خلينا نجوزهم. شو رأيك؟ وقفي عمتي. زواشو. زواشو يا بنت ال... هلأ بتكتب كتابك ولك. وروح جيب الشيخ. واليوم تتجوزها ولا بالفتاك. تكرم مثل ما بدك. ماشي امشي معي هلا اخي امشي. كل شيء صار بسببك وهلا ابي بده يزوجني لك. خربت حياتي. شو بدي اعمل؟ يا الله. أمي شو بدي أعمل هلا؟ يا مصطفى ابن حسن، تقبل بأمينة بنت حسين تكون زوجتك؟ إيه بقبل. وأنت بنتي أمينة، تقبل بمصطفى ابن حسين يكون زوجك؟ ايه بقبل. انتوا بتشهدوا على هالشي يا جماعة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي انت برأيك اللي عملناه هلأ هو صح؟ ما استعجلنا يعني؟ هلأ شو رح يقولوا العالم؟ حسين جوز بنته بدون عرس ولا حفلة؟ اخر همي حكي العالم. حرين نعمل شو ما بدنا بلا ما نطول القصة اكتر. أخي على الأقل خليون يضلوا كم يوم بلا ما يروحوا عضيعتهم. هي متعودة على الجو هون، وهنيك رح يكون صعب عليها تتأقلم. أنا برأيي خليون كم يوم لبين ما ياخدوش على بعض. لا قلت تروح. البداية صعبة بس بتتعود. أنا أخذ قراري يا أم هيام، ولا تخليني جن على آخر. يلا عن إذنكم هلأ، نحن عنا طريق سفر طويل. سامحني وارضى علي. سامحتك يرضى عليك، ورح سامحك قد ما أنت بتسامحني. والمسامح كريم. أنا مسامحك يا بي. خير إن شاء الله. نحن منتشكركم على كل شيء يا أخي. يلا عن إذنك أختي، ما قصرتوا. بابا لا تبعتني معهم، ما بقدر أعيش بيناتهم. مستحيل يا بنتي، هلأ صاروا أبوك وأمك، ولازم تحترميهم وتحترمي زوجك كمان مثل ما كنتي تحترميني. بابا يلا بنتي روحي. يلا يا بنتي روحي. الله معك كتير. يلا تعالي بنتي، تعالي يا عمري. يلا تعي، لا تبكي حبيبتي. يلا يا روحي تعي معنا. يلا لا تبكي. ايه لا تبكي يا عمري. يلا رح تجي وتزوري اهلك، لا تخافي. Thank you.
خوف منك يا بابا. شايف لوين بعتت بنتك؟ الله يسامحك يا بابا، شو عملت؟ صار لك شيء؟ لا ما فيني شيء. أهلين فيكي. عن جد عايشين هون؟ تفضلوا ادخلوا على غرفتكم يا ابني، هاي من اليوم صارت غرفتكم ونحن رح ننام بغرفة القعدة. ما بيصير هالحكي بابا. ايه بلا بيصير بيصير، انتو لساتكن عرسان. تفضلي. شو هاد؟ حلاوة بالجبن، هي من عاداتنا يا بنتي، بيقدموها للعروس والعريس قبل ما يفوتوا بيتهم الجديد، بياكلوا هالحلاوة لتكون حياتهم كلياتها حلوة. هاد اللي كان ناقص. حاسة حالة غريبة، معلش بكرة بتتعود. شو عم تعمل هون؟ شو أعمل؟ ليش في غير هالغرفة؟ أنت بتنام هون وأنا على التخت. ابني ونور عيوني رجالي بعد غيبة طويلة وجاب معه عروس مثل القمر. يلا شراب شربة هالكوارع، هي من عادات ليلة الدخلة لازم تشربها، هي من عاداتنا. تكرمي أمي رح أشربها.
يا سلام، ليكون تعودت على أكل المدينة وما عاد يعجبك أكلنا. يا خيرو، معقول يستغني عن أكلك يعني؟ بابا، بغيابي صار مشاكل هون؟ بالأرض أو بالحصاد أو مع الحيوانات؟ لا يا ابني، شو هالحكي هاد؟ المصاري اللي بعدتهم سددنا فيهم كل الديون الحمد لله، وهي أنت هلأ اجيت ورجعت وصار عندي مين يشيل الحمل معي. ايه تمام. ابني وين عروستك؟ ليش لهلأ ما فائت؟ مبارح ما نامت منيح، يمكن لسه ما تعودت على المكان. والله أنا ما عم بفهم، شو هالزمان؟ صارت المرة تفيق بعد جوزها؟ كنا نفيق قبل الضولة نجهز كل شيء لجوازنا، ما نسترجي ننام قبلهم. أمي شبك ابني، ما بصير أعمل دور الحماية بس شوي؟ إن شاء الله تكوني ارتحتي بالنوم يا بنتي، الهوا هون غير الهوا عندكم بالضيعة. تعي يا بنتي عد افطري معنا. يا رب دخيلك، شوفوا ما سلمت. ليش هيك ريحته بشعة؟ بنتي شبك، هاي جبنة ماعز، عادة تكون ريحتها هيك بس طعمتها طيبة. خدي يا بنتي اشربي، هاي هاي من عاداتنا. لا ما فيني اسلمه. يلا بنتي اشربيها كتير طيبة. يلا أنا رايح على البستان. المساء بنرجع إن شاء الله. إذا احتجتي شيء قليلي لا تخجلي. معي هدول، خدي امسكي، هاي امسكي امسكي شوي، بدي نزلهم. تعالي ننزل نشمسهم. حطيها هنيك بنتي، تعي تعي يلا بنتي تعالي امسكي من هالطرف هيك، فرشيها كلها. ها هلا بتاخدي هاي وبتنفضي. بنتي انت بحياتك مو منفضة الحاف من قبل يعني؟ لا. ليك لازم تضربي هيك، هاي الطريقة. ها هيك 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 بتروح كل الغبرة، شفتي؟
الحمد لله واخيرا خلص. يسلموا ايديكي بنتي، خلصتي كل شيء. لسا في الحافين وسجادتين بدك تنظفيهم، وبس تتعلمي بكره بصيروا يقولوا وين امينه تجي تنظف لنا. بنتي إيه؟ انا رايحه اخذ الاكل لمصطفى وابوه، ما بتاخر. انا تركت اكل جوا وكله سخن، في شوربه كمان. ايه بس تجوعي كلي. تمام. يا ربي خلصني، حاسه حالي بجهنم. اخ منك يا مراد، يا ترى وينك هلا؟ زيت غريبة بنتي، ما بتعرفي؟ هذا زيت زيتون أصلي. ليش زيت الزيتون بيطبخوا فيه الأكل؟ ليش ما بتستخدموه؟ لكان بشو بتطبخوا؟ نحن منطبخ بزيت نباتي، ما منستخدم هاد. يا حرام، حدا بيطبخ أكله بزيت نباتي؟ ما بعرف كيف فيكن تأكلوا. يا الله يا حرام، غفلت ونامت. يا ترى السبب الهوى ولا المي؟ أمي شو عملتي؟ بالله ما شغلتيها بشغل البيت؟ والله بتعرف شغل البيت يا ابني، أنا اشتغلت كل الشغل، عروستك ساعدتني شوي. يا حرام، بنات هالزمان ما بيتحملوا الشغل. معلش اصبري يا أمينة، كله رح يمضى. ليش متعبة حالك يا بنتي؟ يا الله منك، بما انك عاملة العجين بإيدك مصطفى رح يحبها. لا عذاب ولا شي خالي، خيره. قلت بجيبن وبجي بشوفكن وبشوف مصطفى. عادي كلي لكان، رح جيب لك شاي. صحة وعافية يا خالتي، أنا فطرت. مثل ما بدك يا بنتي، تفضلي عادي. يسلموا ايديكي، بعد شوي بتفيق أمينة وبتشوفيها كمان. ايه صح، نسيت. وين عروستنا الحلوة لكان؟ عروستنا لسه ما تعودت على جو الضيعة، بتحب النوم، ما بتعرف تفيق بكير. بس هالعادة مو منيحة. بعرف في مثل بتقلي يا ستي دائما بيقول ما في خير بالمرأة يلي بتضل نايمة وبتخلي زوجها يفيق قبلها. ها، خلي مصطفى يسمع، بس أنا أحكي بيقوم لقيامة. أمي إن شاء الله صباحية مباركة يا عروستنا الحلوة. ما أنه جو الضيعة ما بيشجع على النومة، بس بكرة بتتعودي على الفئة بكير. بنتي، جارتنا سحر كانت عاملة فطاير وحاسبة حسابنا فيهن، تعرف أنه مصطفى بحب هالأكل كتير. عذبتي حالك. لا حبيبتي، عذابكن راحة. عن إذنكن، أمي عم تستناني، لازم روح، عندي شغل كتير لازم خلصه. مثل ما بتعرفي نحن هون ما عنا راحة مثل عندكن،
معك معك بتتعودي على هالجو إن شاء الله. الله يسلم إيديكي يا سحر. صحة وعافية خالتي. يلا أبي خلينا نروح نحنا. إيه يلا رح أقوم. وأنا قايمة رح جهز الزوادي وألحقكم بعد شوي. ماشي أمي. يلا يلا أمينة تأخرنا، عنا شغل لسه وبدنا نلحقهم على الأرض. بس أنا لسه ما فطرت. يلا يلا تأكلي على الغدا. تزعلي نشتري غيره بنتي. ليش بتعرفي بقديش اشتريت هذا الفستان؟ يا رب دخيلك شو هاد. خديها يحطيها عند عمك هنيك. يلا هات أنا بكمل وأنت روح زراع. تعي يا بنتي قربي. أهلا وسهلا. إيه فيك تحطيهم هون. إيه يسلموا. أمينة بنت تركي من إيدك وتعالي ساعديني. تمام يا بنتي يسلموا إيديكي. روحي ساعديها شوي. استعجلي يلا تفرج علي هيك. عملي مثلي هيك. تحفري هيك. بعدين تحفري هون. مسكي يلا بلشي الشغل. يلا دايم إن شاء الله. أنا بدي روح على الجامع. مرتك رجعت غفيت وهي قاعدة. حرام تعبانة. Thank you.
أمي. أمي لا تتركيني. أمينة أمينة. أمي يا أمي. ابني شبك شو صار؟ أمي أمينة مرتفعة حرارتها، شو نعمل؟ أمي أمي كله مي، اعطيني واحد غيره ناشف يا بنتي. أمي طولي بالك. وقفي وقفي وقفي، استني. يلا يلا قومي معي، قومي معي يا بنتي. أمي يلا تعال ساعدني، خلينا نغير لها ثيابها. استغفر الله، لوين رايح؟ كيف صرتي أمينة؟ غيرت لي ثيابي؟ أنت كيف بتعمل هيك شيء؟ كنتي مرضانة وحرارتك مرتفعة وكلك مي، وطبعاً لقيتها فرصة، أكيد ما رح تروحها. يا بنتي أنا غيرت لك ياهن، ومصطفى لما شافني بدي بدلك ثيابك حمل حاله طلع برات الغرفة فوراً. شو هالحكي اللي سمعته؟ ما عم بفهمكن، شو هالزواج اللي بتزوجينه؟ اشتقت لك، ليش تركتيني اجي لهم؟ ايه أمينة خانم، هذا بيت جوزك الفقير، ما بيشبه بيت أبوك بضيعتك. ما يا بنتي أنا بدي روح لعند الجيران شوي، وبعد الظهر بدنا نروح لعند قرايبين مصطفى، تمام؟ حبيبتي لا تفكريني نسيت وعدي لإلك، بس الحقير مصطفى هو فات بيناتنا. حاولت روح أطلبك وجيبك لعندي عروس، بس ما في مصاري وأبي خسر شغله. كان آخر أمل لإلي إني خليك تهربي وإنتي عروس، بس ما زبطت. ما فيني أتخيلك مع مصطفى، إنتي حبيبتي لإلي. أنا رح أستناكي ورا البيت مراد. الحمد لله يا ربي، وأخيراً إجا، ما نسيني. شو ما رح تجي هاي؟ أمينة؟ مراد؟ الحمد لله أنك إجيت، فكرتك نسيتني. يلا خلينا نهرب من هون. حبيبتي
لا تخافي رح نهرب قريبا. أنا بس عم حاول أطلبك من أهلك عروس لإلي، كله بسبب هالحقيقة. لا تفكر بمصطفى، ليك حتى إيدي ما لمسها، حافظت على حالي كرمالك حبيبي. حبيبتي بصراحة أنا ما شكيت فيكي ولا للحظة، بس ما فينا نرجع على الضيعة، لازم نروح على اسطنبول حتى نلاقي بيت لإلنا. بدي خليكي تعيشي بالمدينة. ما بدي نستنى، أمشي. أمينة، ما ضل معي مصاري، إذا معك تديني شوي أو من اللي تركتهن أمك مشان لاقي بيت، ووقتها رح نهرب فورا. أنا قصدي الواحد ما بيعرف شو بصير معه هنيك، أنا رح رتب الأمور هنيك، تحمليني شوي واستني مني خبر. حبيبة قلبي رح أرجع بسرعة، استنيني. تمام؟ باي. أمينة، أمينة، اليوم كنت بالسوق وجبت لك قماشة من هنيك بدال فستانك اللي انتزع، شو فيها؟ بكره خالي بحريه بتخيط لك اياها. هذا مو ذوقي، ثيابي اللي عم البسها وهي منزوعه احلى منه بكتير. خلص لحظه ابني، اتركها بكرة بتتعود، لا تجبرها. تعال. معلش أمينة، كبسي على جرحك، تحملي شوي. وينك يا مراد؟ وينك؟ هاي مرة أسبوع قلت لي رح ترجع بسرعة. يا روحي اشتقت لك كثير. يا قلبي يا بنتي يا روحي، انت على مهلك علي يا قلبي، رح توقعيني. اشتقت لك والله. اخي كان حابب يجي معي لعندكم كمان، بس بتعرف شغله، ومصطفى بعد ما راح من عنده ما عاد عجبه شغل اي حدا تاني، وكل الشغل صار فوق راسه هو. بيسلم عليكم كتير وبيدعي لكم. الله يسلمه. الله يسلمكم. ايه احكولي كيف حالة بنتنا معكم؟ والله انتو ربيتوا بنت مثل الفلة واحسن ترباية، الله يحميها. شو شغيلة ما بتخليني اشتغل شي، اول ما تشوفني مديت ايدي على شغلة بتركض وبتاخدها وبتشتغل عني، ما بيهون عليها تشوفني عم بتعب. يا قلبي هي كل نهار عم تشتغل. عن جد أمينة هيك؟ إيه والله أمينة هيك. والله هي بنتكم مثل حبة اللول وما شاء الله. يا ملعونة، كنا نعرف إنك شاطرة بس ما تخيلنا كل هالقد. تقبريني إن شاء الله بنتي، والله وغيرك جو هالضيعة. إيه عمتي. لا ما في داعي تعذبي حالك أمينة. بنتي شبك هيك قاعدة؟ قومي ساعديها. لا لا
بكفي عم تشتغل كل نهار، ما فيها شيء إذا أنا اشتغلت هلأ. ولو ما بيصير. أمينة قومي بنتي. هيك خليتينا نفصل الأولاد عن بعض؟ لو خليتيني أفرش شي على الأرض ونام كان أحسن، مو الدنيا صيفية. يا الله هلأ بيزعلوا عصافير الحب، ولو حبيبتي كمان هن صار لهم مدة متزوجي، يعني فيهن يصبروا شوي. تمام يلا تصبحوا على خير. هدي على مهلك يا بنتي، رح ينقطع نفسي، اهدي علي شوي. كل هالقد اشتقتي لي حبيبتي؟ كتير كتير اشتقت لك. ما بيهون علي ينزلوا هالدموع، حبيبة قلب عمتك انتي. بكفي بنتي، شو صاير؟ هلأ بيفكروا انه صاير شي. عمتي رجعيني معك، خديني على البيت، بدي اروح من هون. شو اللي عم تحكي يا بنتي؟ شو صاير؟ حدا عاملك بطريقة مو حلوة؟ احكيلي لكن شو صاير يا روحي؟ يا ربي دخيلك على هالليلة. بيصير يلي عم تعملي يا بنتي؟ عيلة أكابر وأوادم وبيحبوكي مثل بنتهم، وما حكوا عليكي غير كل منيح، وزوجك الله يحميه أو يشغيله مو منقص عليكي شي، وهذا غير إنه بيحبك كمان. ولا تنسي إنك أنت يلي اخترتي. أمانة خليك عنا يوم تاني. إن شاء الله غير مرة برجع بجي، ماني متعودة أترك أخي هيك لفترة طويلة، وكمان عندي شغل بالبيت لازم خلصه. إيه مو عائشة بالبيت بتخلص الشغل هي. وإذا عائشة بالبيت ما في أتركها، لازم كون فوق راسها. مين؟ أنا سحر يا خالة. تفضلي فوتي الباب مفتوح، طلعي لهون. شو؟ صباح الخير عليكم يا جماعة. صباح الخير صباح يا بنتي، أهلا وسهلا. بصراحة اشتهيت لكم ياها، بعرف بتحبوا هالأكلة، طبخناها بالبيت. يسلم إيديك يا بنتي. صحة وعافية خالتي. أمينة انتبهي منها لهالبنت، شكلها حابة مصطفى. شو دخلني؟ تاخده شو يعني ما رح أتأثر؟ سمع حالك شو عم تحكي؟ جاهزة عمتي؟ جاهزة ابني جاهزة، يلا نمشي. أمانة عم ترجعي تعالي. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. يا روحي رح أشتاق لك. مع السلامة حبيبتي. الله يسلمك. توصلي بخير. يلا عن إذنكم. مع السلامة يا أختي. الله معك عيدية. خالة بدك مني ساعدك بشي؟ إذا بدك شي قوليلي. سحر أنا بشتغل، لا تعذبي حالك. إيه والله هي بتشتغل وبتعمل كل شي، عطول بتساعدني. تعال. بنتي تعالي لعلمك، تفرجي علي لقلك. ها هيك بنحلب المعزاية، شفتي؟ هيك تعال. ما شاء الله عليك تعلمتي بسرعة، انت شاطرة يا بنتي، دغري بتتعلمي، وانت كوني عاقلة. ها Thank you.
أمينة فيكي شي؟ حكي لي إذا متضايقة. ما في شي. إذا في مشكلة قولي. أمي عملت شي زعلك؟ لا مصطفى، ليكني رح أجي. ما عم صدق، شكلها عروستنا تعودت على القعدة على الأرض. ايه عمي، واليوم أكلنا من طبخ عروستنا الحلوة. ها صحة وعوافي. على قلبك. شكراً. استعجلي شوية خير وما بدنا نتأخر. حبيبتي أنا وعمك بدنا نروح على السوق، خدي مني هدول الأكلات. مصطفى من الصبح ما أكل شي، ودي له ياهن بلا ما يجوع. تمام. هي شو عم تعمل هون؟ مو مشكلة. خدن مني يا مصطفى، يلا أكيد بتكون جعت هلأ. مو يسلموا سحر، ما بدي. ايه إذا الواحد عنده مرة مثل مرتك أكيد رح يضل جوعان وما له نفس ياكل شي. انتبهي سحر، هي مرتي اللي عم تحكي عنها، وأنا بحبها وعيوني ما بتشوف غير أمينة. إيه بس عيون مرتك مو شايفتك، شو رح تعمل؟ وبعدين كل أهالي الضيعة بتعرف إنه مرتك ما بتحبك وما بتضيك. ما حدا دخلوا فينا، وأنا بحبها لأمينة. خلص مثل ما بدك يا مصطفى، بس خليك متذكر كلامي منيح. شو هالمصيبة هاي؟ يعطيك العافية. تسلمي. جبت لك الأكل، أكيد بتكون جعت. لسا ضحكي يا أمينة، شكله إجي على كيفك هلا. أمينة، هي شو عم تعمل هون؟ هيك الواحد بيتعامل مع يلي بحبه من زمان ما شافه؟ ومن وين لوين بدك تكون حبيبي؟ شكلك نسيتيني بسرعة، شو غير فيكي هاد؟ شو بدك؟ أعطيتك كل المصاري يلي معي، روح من هون يلا. أعطيني مصاري. أي مصاري؟ تعرفي قصدي منيح. مراد اتركني، اتركني. بسبب زوجك صار هالخلاف بين أبي وأبوكي، وانهار شغل أبي وبطل معنا مصاري.
إلي دين عليكم. أنا ما معي مصاري، اللي كانوا معي أخذتهم. بالعكس لسه في شغلة مخبيتيها، لسه معك هالطوق يلي برقبتك. كيف؟ مستحيل، هذا ذكرى من أمي. أعطيني إياه. اسكتي، هاتي. بعد عني، بعدوني. أعطيني إياه. بعد عني، ما رح أعطيك. عمل لك اخرسي. عمل لك بعد، بعد مرهب. أعطيني إياه. بعد عني خلاص. رسي لك، لك خلاص. هاتي لهون. استني قاعد يا حيوان. وشو رح تعمل هلا؟ فرجيني لشوف. رح اقتلك. قرب لقلك، قرب، قرب لك. رح ارجع لك، انا بفرجيك. بكره بتشوف. الله يلعنكن. الحمد لله انك اجيت. لا تخافي، انا هون. قومي. تعي، انت منيحة؟ منيحة. امي، وين امينة؟ اوه، هالفستان اكل من جسمك شقفة. والله الأكل منظر وريحته بشهر. هاد كله أمينة اللي عملته، وحاطة على الأكل زيت زيتون بابا. دخيل هالعيون. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.